أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. أضاف جريفيث أن عشرات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى وخدمات الصحة والحماية. عشش وخيام مهترئة هي كل ما يجمع هؤلاء النازحين الذين تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تركهم منازلهم والنزوح إلى أقصى نقطة في القطاع وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية. بأدوات بدائية لتحضير الطعام تقوم هذه السيدة وهي أم لثلاثة أطفال بالتعامل مع الوضع المأساوي الذي تعيشه في انتظار اليوم الذي يعود فيه الجميع إلى منازلهم حتى ولو تهدمت وأصبحت ركاما وحطاما. نحن كنا في بيوتنا مستقرين، كنا مبسوطين، عندنا ذكريات انهدى، احنا فرحتنا اتخذت منا، سعادتنا اتخذت منا في هذا الحرب. احنا هذا الطفل ايش ذنب، هذا الطفل ايش ذنب، اللي ماتوا ايش ذنبهم. وليست ندرة الطعام وحده هي ما تقض مضاجع الأسر الفلسطينية، بل هي الحياة المعدمة وصعوبة التأقلم مع الوضع الصعب، حيث لا طعام أو شراب أو علاج أو دفء أو متطلبات معيشية لا غنى لأي إنسان عنها. والله نأمل من الدول العربية ودول أوروبا وأمريكا باتخاذ قرار بوقف العدوان على غزة، لأنه بيكفي دمار وبيكفي قتل في الشعب، وبدنا احنا يعني نطلب ايش نرجع لمنطقة الشمال. ويأمل سكان قطاع غزة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف العدوان والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة.